يا ابوي العيد قبل العيد
رج السماء وسكانها وسبع الأراضي. الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. ينقلبون إلى الله في كتابه المجيد عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والزمان ولتعجيل فرجه الشريف. طيب وافواهكم الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله. ورد عند بعض أسباب النزول أن عبد الله بن عباس كان يأتي عند آبار بدر وكانوا يلقبونه بحبر الأمة، أو على لفظ آخر بحر الأمة لسعة أمره وروايته عن رسول الله. كان يأتي عند آبار بدر فيدلي على حضاره، يحضر الناس عنده عند بئر بدر فيدلي عليهم من أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذات يوم بينما هو في ذلك المكان وإذا برجل قد حضر عندهم، قد ضيق المثال، فكان كلما تلا ابن عباس حديثا عن رسول الله كلما تلا هو الآخر حديثا عن رسول الله مفتتحا عبارته أو قوله بعبارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله. معنى هذا الكلام أنه نقل مباشر عن رسول الله بدون أي واسطة في سلسلة السند. قد يأتي في سلسلة السند روى فلان عن فلان عن فلان، هذه العنعنة كما يعرف أو تسمى. هذا نقل مباشر، هو يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إشارة إلى أنه سمع مباشرة عن رسول الله بدون أي واسطة. قال له ابن عباس: يا هذا من أنت؟ عند قوة الحافظة القوية عن رسول الله، من هذا الرجل؟ يا هذا عرفنا بنفسك، يعني تشوف اللثام. فكشف اللثام عن وجهه، قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادب.
أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، يقول: سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصمتا أذناه، ونظرت إليه بهاتين وإلا فعليتا. ماذا سمعت؟ ماذا رأيت يا أبا ذر؟ قال: سمعته يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. ثم أكمل قوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: كنا حضورا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم في وقت الصلاة، لكن يتضح من خلال الرواية إما أنهم قد أدوا الصلاة صلاة الفريضة أو أنهم قبل أداء الصلاة، لأن رسول الله كان ينظر إلى ذلك الموقف، وبكل تأكيد هو من يصلي جماعة في المسجد. يقول: وإذا برجل دخل إلى مسجد رسول الله فسأل، يعني محتاج، وسأل أحدا من الناس أن يعطيه، بعبارة وهو واقف في المسجد يقول: أنا محتاج، من الذي يعطي؟ فلم يعطيه أحد. من يعطي ذلك الوقت؟ ليس لبخل، لكن أهل المدينة يشتم عليهم الفقر والشقاء، خصوصا طبقة المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم في مكة وأتوا إلى المدينة، وخصوصا طبقة أهل الصفة الذين كانوا يعيشون على ما يأتيهم من بركات المؤمنين. فلم يعطه أحد، فرفع كفيه إلى السماء قائلا: اللهم اشهد بأني سألت في مسجد نبيك فلم يعطني أحد منهم. يقول أبو ذر: وكان علي راكعا وكان يختتم في خنصره اليمنى، فأومأ إلى الرجل بيده، يعني أخرج إصبعه وصار واضحا، فهم ذلك الرجل المغزى والمعنى من هذه الإشارة، فأتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الخاتم من خنصره، ورسول الله ينظر إلى ذلك. طيب ليش ما رسول الله قاعد يطيب خاطره شوية؟ أوليس النبي ينتظر أمر إلهي؟ لأنه لم يتدخل في هذه المسألة، هو ينظر إلى الموقف. فرفع النبي صلى الله عليه وآله كفيه إلى السماء قائلا: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري وأنا صفيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله، فأسألك يا رب أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري وأشركه في أمري. يقول أبو ذر: فما استتبق رسول الله كلامه، ما بداه يكمل الكلمة أو العبارة. وإذا بجبرائيل قد هبط عند رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا فيما يتعلق بسبب النزول حول هذه الآية المباركة. أما فيما يتعلق بتفاصيلها، نحن الآن نأتي من خلال سبب النزول لنقول بأن الآية نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لكن أكو تفاصيل في داخل هذه الآية هي الخلاف بيننا وبين العامة من المسلمين على أساسها.
كل كلمة في هذه الآية وهي من الآيات القصار مجرد كلمات قليلة، لكن كل كلمة وحرف فيها يشير إلى معنى دقيق. تأتي أيها المؤمن إلى أول حرف في هذه الآية، أول كلمة في هذه الآية، وهي قوله تعالى إنما. هذه الكلمة وهذا الحرف يعرف عند أهل اللغة بأنه أداة للحصر. شو يعني أداة للحصر؟ أنها تحصر ما يأتي بعدها. لو تجي مثلا أنت وتقول إنما محمد تاجر، يعني محمد لا توجد عنده مهنة أخرى غير التجارة. عندما تأتي لتقول إنما علي شاعر، إنما علي شاعر، لا توجد عنده حرفة أو هواية أخرى غير الشعر. هذه أداة تسمى أداة في الحصر. وعندما تأتي الآية لتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذن هي تحصر مسألة الولاية. حصرتها في من؟ حصرتها في ثلاثة أقسام، أولها الله وثانيها رسوله محمد صلى الله عليه وآله، والقسم الثالث الذين آمنوا. ليس كلهم، مو كلهم. الآية خصصت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مع الولاية عندما نأتي إلى تفاسيرنا نحن الشيعة الإمامية، معنى الولاية عندما تأتي إلى تفاسير الشيعة يقصد بالولاية في هذه الآية بالذات، يقصد بها ولاية الأمر ونفاذ الحكم. أما عندما تأتي إلى أبناء العامة من المسلمين، السنة ماذا يقولون؟ يقولون الولاية في الآية الكريمة تعني المحبة والنصرة. ترى هذا اختلاف بيننا وبينهم على هذا الجانب، ليس من باب الصدفة العابرة وتعمد الاختلاف حول هذا المعنى. سيتضح لك لماذا أيها المؤمن. المحبة أو النصرة يعني يكون معنى الآية إنما يحبكم الله ورسوله، بعد على اللفظ الآخر أو الكلمة الأخرى إنما ناصركم الله ورسوله. المحبة والنصرة لا تنحصر في هؤلاء الثلاثة، أنت وغيرك من الناس قد تكون ناصراً أو محباً. المؤمن وغير المؤمن قد يكون ناصراً. إذن لا يمكن أن نحصر المحبة والنصرة في هؤلاء الثلاثة فقط، إنما الآية تقصد أمراً آخر، نفاذ الحكم وولاية الأمر المنحصرة في هؤلاء الثلاثة، الله ورسوله والذين آمنوا بشكل مخصوص. لماذا كل هذا الاختلاف حول كلمة إنما؟ تجي أنت على سبيل المثال، وأنتم أهل الاطلاع على تفاسير المسلمين، وهذا التفسير الذي نذكره في هذا الجانب هو من التفاسير المعروفة. الفخر الرازي هو أحد كبار المفسرين من أبناء العامة، يشار إليه بالبنان في عالم التفسير. الفخر الرازي في تفسيره الكبير عندما يصل إلى هذه الآية ماذا يقول؟ يقول نزلت في علي بن أبي طالب. هنا أنت لما تجي وتقرأ هذه الكلمة بدون أن تتبحر في كلام الفخر الرازي، تقول هذا الفخر الرازي يمكن من الشيعة، لأنه يذكر أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، يعني يعترف بحصر الولاية في علي بن أبي طالب. لكن الأمر ليس كذلك. عندما يأتي إلى تفاصيل الآية وبالذات إلى أول حرف فيها ماذا يقول؟ يقول إنما التي جاءت في الآية ليست للحصر، ليست للحصر. لماذا؟ يقول لأنها وردت في مورد آخر في القرآن الكريم لا يدل على الحاصر. ما هو هذا المورد؟ شوية تنبه أيها المؤمن وأنتم أهل نباهة، ولو أنكم مخلصين الإفطار ولكن العقول متفتحة إن شاء الله.
لأن تفسير القرآن يحتاج لدرجة كبيرة إلى الاعتماد على اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآناً عربياً. ولذلك تفاصيل هذه الآيات واختلاف كبير بيننا وبينهم على هذا الأمر. يقول إنما ليست للحصر لأنها وردت في مورد آخر لا يدل على الحاصر. شنو هذا المورد؟ يقول جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه مصيبة أيها الأخوة. يقول الحياة الدنيا ليست فقط للعب وللهو وللزينة كما تذكر الآية. قد تكون حياة معرفة، قد تكون حياة علم. نحن لا نختلف على أن الحياة قد تكون حياة للعلم والمعرفة، لكن وين الاختلاف؟ أنا لن أرد على الفخر الرازي ولن أفند كلامه في هذا الجانب، ولكن من يرد على الفخر الرازي هو السيد أبو القاسم الكوفي عليه رحمة الله في كتابه محاضرات في أصول الفقه. عندما يصل إلى هذا الجانب وإلى هذه الآية ماذا يقول؟ التفت أيها المؤمن، يقول: خلق الفخر الرازي، خلق الفخر الرازي بين إنما وأنما، شتان بينهما. احنا عندنا الأطفال بالابتدائية يفرق بين إنما وأنما، تلك بكسر الهمزة في أسفلها وتلك بفتح الهمزة في أعلى الألف. إنما وأنما، نحن نقول إنما وهو يقول أنما، نحن نقول إنما وليكم الله ويأتي بآية أخرى أنما الحياة الدنيا. إنما في اللغة العربية أداة الحصر يقولون عنها بسيطة غير مركبة، ما تقدر تفججها، ما تقدر تجيب واحدة يمين وواحدة يسار فتكون عندك كلمتان مجموعتان وقد فرق بينهما، أو حرفان مجموعان. لكن قول الله تعالى أنما هذه أداة مركبة من طرفين، الطرف الأول أن وهي أداة للتوكيد، وما وهو اسم موصول. طيب أيها المؤمن، لماذا كل هذا الاختلاف حول حرف واحد؟ مش في القضية، قولوا إنما ليست أداة للحصر، قولوا بأن إنما ليست أداة للحصر، خلصت القضية وانتهى الخلاف بيننا وبينهم. لماذا كل هذا الاختلاف على إنما أنها أداة للحصر أو لا؟ الفخر الرازي وأتباعه أبناء المذاهب الأخرى غير مذهب الشيعة الإمامية عندما يقولون أنها ليست أداة للحصر، يعني لا يريدون أن يحصرون الولاية في علي بن أبي طالب. يقولون خلوها مفتوحة، يمكن يكون بعد عندنا ولي من أولياء الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث، لماذا تحصرون الولاية فقط في علي؟ ودائما ما تريدون أن تقدمون علي بن أبي طالب. الأمر الآخر في قوله تعالى وهم راكعون، قبل أن ننتقل إلى محور قبلي ولكن جعلناه الأخير للمناسبة، وهم راكعون وهو له علاقة بسبب النزول. الواو هنا يقولون هي واو حالية. إيش معنى واو حالية؟ يعني أن الذي نزلت فيه الآية مو أي واحد، ما تعني كل الناس، أن الذي نزلت فيه الآية تصدق حال كونه راكعا ولم يكن كذلك متصدقا في حال ركوعه إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عندنا في الآية الكريمة، وحتى هم يعترفون بهذا الأمر لكن لا يدخلون في تفاصيله، وبعد ذلك يطرحون التساؤلات حول ما اعترفوا به. نحن نقول أن الآية نزلت في علي، الفخر الرازي يعترف بذلك وغيره يعترف بذلك، لكن تأتي تساؤلات. أنتم تقولون أن الآية نزلت في علي وتخص علي بن أبي طالب وتعني ولاية الأمر ونفاذ الحكم، لماذا لم تذكر الآية اسم علي بن أبي طالب؟
ليش ما جاء في القرآن ذكر اسم أسماء أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا؟ المسألة في آية الوضوح والبساطة، لا تحتاج إلى فلسفة كبيرة وما إلى ذلك. القرآن الكريم قد يأتي في كثير من المواضع بصيغة الجمع وهو يريد المفرد. أهل السنة قبل لا يعترفون أن في حادثة المباهلة لم يأتي الرسول من النساء غير فاطمة، ما جاب إياب فاطمة الزهراء من النساء. لماذا يقول القرآن الكريم ونساءنا ونساءكم؟ هي صيغة جمع، إشارة إلى أن فاطمة الزهراء عليه السلام هي سيدة نساء العالمين وتمثل واجهة المجتمع النسوي المؤمن. في قوله تعالى في موعد آخر إن إبراهيم كان أمة، ما معنى هذا الكلام؟ إبراهيم شخص واحد، لماذا يقول عنه القرآن بأنه كان أمة؟ إبراهيم كان أمة لأنه يمثل واجهة أمة بأكملها. وعندما يقول في قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كلها صيغ جمع، ذلك يعني أن علي بن أبي طالب هو يمثل واجهة المجتمع المؤمن. أوليس هو أمير المؤمنين؟ أليس هو أمير المؤمنين؟ أليس هو الذي توجه النبي بقوله لما عزم على مواجهة عمرو في واقعة الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله؟ علي واجهة المجتمع المؤمن. سؤال الأخير الذي نختم إن شاء الله في عجالة في هذا السؤال، لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماء أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام يرد على هذا السؤال عندما وجه إليه فيقول قولوا لهم، يعني الأعداء والمخالفين، بأن الله قد فرض الصلاة ولم يقل أنها ثلاث أو أربع. ما قل القرآن آية يقول أن صلاة المغرب ثلاث والعشاء أربع والصبح اثنتين؟ ما قل. من الذي فصل وبين ووضح؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نص الله على إمامتنا ولم يذكر أسماءنا. النتيجة عدم ذكر الاسم ليس دليلا على شيء، عدم ذكر عدد الصلوات أو عدد الركعات في الصلوات ليس دليل على عدم فرضيتها. وكذلك أيضا إشارة أخرى، قول الله تعالى ثاني اثنين تحفظوا له، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو صاحبك؟ من هو صاحبه؟ هل ذكر القرآن؟ لم يذكر. من الذي عين هذا الصاحب باسمه؟ أوليس أنتم في كتبكم وفي رواياتكم ما يدرينا؟ والقرآن لم يذكر ما يدرينا لعل صاحبه شخصا آخر، بل تؤكد الروايات على ذلك. نحن في هذه الليلة أيها المؤمن ونحن نذكر شيئا من فضائل أمير المؤمنين التي أثبتها القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل، إنما نستذكر هذه الفضائل وفي الوقت ذاته نحن نفجع في هذه الليلة بأشرف الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فجعلنا به في فرض الصلاة وفي فرض الصيام. في مثل هذه الليالي من الشهر الكريم أمير المؤمنين عليه السلام قيل لأنه كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند ابنته زينب الكبرى تسمى في بعض الروايات بأم كلثوم. وفي مثل هذه الليلة، الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان،
كان إفطاره في بيت ابنته زينب أو في دار ابنته زينب. فلما أتى عليه السلام وحان وقت الإفطار قدمت له قرصين من شعير وجريش بل وقصعة فيها لبن. شنو هذا الطعام؟ فنظر إلى ذلك الطعام قال بني قدمت إلي إلى بين في وقت واحد، وقد علمت أني متبع ما كان يصنعه ابن عمي رسول الله، ما قدم له إذا مان حتى قبضه الله تعالى إليه مكرما. بني ارفعي أحد الإدامين فإنه من طال مأكله ومشربه طال وقوفه بين يدي الله تعالى. فأكل قليلا وحمد الله كثيرا ثم توجه إلى صلاته، توجه إلى أوراده صلوات الله وسلامه عليه حتى غفت عينه، فنهض بأبي وأمي ينظر إلى السماء، وكان يخبر الدخول والخروج تلك الليلة، ينظر إلى السماء وهو يقول هي والله الليلة التي وعدت بها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول حول زينب نظرت إليه وكان ينظر إلى السماء والكواكب وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، هي والله الليلة التي وعدت بها. تقول فلما رأيته كذلك قلقا متبللا أرقت معه ليلتي. قلت له أبا أمير المؤمنين ما بأراك لا تذوق طعم الرقاد هذه الليلة، اشفيك يا علي، ماذا بك أمير المؤمنين؟ قال بني إن أباك خاض الأهوال وقتل الأبطال، فما دخل الخوف له جوفا ولا الرعب له قلبا كما دخل هذه الليلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت أبا ما لي أراك تنعى نفسك هذه الليلة؟ فبكت عندها زينب، قال لها بني لا تبكي، فإني لم أقل ذلك إلا بما عهده إلي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال لها بني إذا قرب الأذان فأعلميني. فلما لاح الأذان أقبلت ومعها قدح من الماء، فصبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، توضأ إلى الصلاة ونزل إلى الدار، وكان فيها أوز قد أهدي إلى الحسن والحسين. فلما نظر إليها ونظرت إليه تصارخن في وجهه وتفارر، ولم يكن قد صرخن في وجهه من قبل، فنادى بصوته صوائح تتبعها نوائح. وفي غداة غد يظهر القضاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم توجه إلى الباب وعالجه ليفتح، فتعلق معزره بالباب وانحل وسقط على الأرض، فأخذ العزار يشده وهو يقول اشدد حياة زينك بالباب، ولا تجزع من المرايات إذا حل بناديك، اشدد حياة زينك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من المرايات إذا حل بناديك، كما أضحكك الدار كذاك الدار بأبي وأمي، حتى توجه إلى المسجد وعدو الله ابن ملجم متخفيا في بيوت الخوارج بالكوفة، حتى نظر إلى أمير المؤمنين توجه إلى المسجد ونام مع النائمين.
مخفيا سيفه تحت إزاره. أما أمير المؤمنين عليه السلام فلما وصل المسجد صلى ركعات حتى صعد المئذنة ورفع صوته بالأذان مناديا الله
حملنا أمير المؤمنين على بصام إلى داره والناس في فلك عظيم، حتى إذا قاربنا الدار قال أنزلوني أمشي على رجلي. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال أخاف أن تنظر إلي ابنتي زينب فينفجع قلبها. الأبرار نهدي للجميع ثواب الفاتحة.